معكم اليوم، يعني اطربتونا بهالصوت وبهالعزف دكتور اسماعيل. يعني هيك احنا وصلنا لختام هذه الفقره، لكن الفقره كانت يعني جميله بوجودكم. يعطيك الف عافيه، شكرا لك دكتور اسماعيل داوود المدير للمعهد الوطني لادوارد سعيد الموسيقى بغزه. شكرا. لحظه وداع ابو الامين مراسل الجاليات في الدنمارك. شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم بألف خير. لوالدي. لم نكن نوصل الى اختام الفقره بلا حدود الى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار الموسيقى. صباح مع داليا امورا، يسعد صباحكم من جديد. شكرا لك بيداء، صباح الخير لك، كل عام وانت بألف خير. شكرا لضيوفك، وصباح خاص من استوديو رام الله ومن كل الموجودين هون لاهالينا بغزه. اكيد يسعد صباحك مرة تانية، كل عام وانت بألف خير. مشاهدينا نتواصل احنا للساعة 11 من صباح هذا اليوم بمشوارنا الصباحي، صباح ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. نتوقف لحظات لهالفاصل وبعدها نرجع اكيد. يعود اليوم اولى قوافل الحجيج بعد ان ادى اكثر من 7700 حاج وحاجة فريضة الحج في هذا العام. ولم توقع الساعة الأخيرة منتصف الأسبوع اقتربت القادم، وذلك وسط استعدادات الاستقبال من قبل شرطة الساعة الأخيرة اقتربت، وذلك بالضبط الأزمة يا والدي. وفرت مجموعة من الخدمات بيت الله الحرام كسهولة في الإجراءات وسهولة في تفويض الحجاج على أعداد وبسرعة أكبر، وذلك وأيضا وفرت ساحات مكيفة وقاعات واسعة للحجاج. نحن اليوم متواجدين في حتى نوصل الأجواء هون ونتحدث عن استعدادات استقبال حجاج بيت الله الحرام مع مدير شرطة معبر استراحة أريحة السيد مصطفى دوافي. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا في الاخوه المشاهدين جميعا، كل عام وانتم بخير. نتحدث اليوم عن استعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والتي من المتوقع ان تصل. بعد ما تزوروا الاهالي والاقارب انت بتغيري جو مع الماما والبابا، بتطلعوا بتغيروا جو، بتزوروا الناس اللي بتحبوهم، بتروحي لعماتك وخالاتك كمان. شو بنسوي هالحياه؟ هاي الحياة أبو الأمين فعلا غربة كربة. روح من هناك وأجا جابنا وجع فيك أبوي لما بدك في ألمانيا. لحظة الوداع انتهت. الذي يقام بنسخته الثالثة عشرة على التوالي وسط ساو باولو بمشاركة مخرجي. احكي معه بدوي، احكي مع مين؟ مع مين؟ شلونه؟ يا الله هذا شو بخزن هذا البيت؟ 1000 دينار.